بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السيدات والسادة، أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات. باسم جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، فمرحباً بكم مجدداً. حضورنا الكريم، خير ما نبدأ به يومنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حضورنا الكريم، نتشرف بوجودكم لليوم الثاني على التوالي في هذا المؤتمر والذي يقام على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات، وهو الأول في نسخته، والذي يعتبر أيضاً أول معرض دولي متخصص في الاتصالات وتكنولوجيا الجوالات في المملكة العربية السعودية، وهو الحدث التقني الأكبر في المملكة. ويتضمن هذا المعرض رؤية المملكة لمستقبل وتطوير قطاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. أما فيما يخص هذا المؤتمر فهو يركز على 4 محاور علمية، أهمها وأولها الجيل الخامس، حيث يعتبر الجيل الخامس هو المكمل للتقنيات الحديثة في عمليات الاتصال ونقل البيانات. يلي ذلك المحور الثاني الذي يتحدث عن المدن الذكية، حيث تكمن أهمية تطبيقات المدن الذكية لتسهيل وتيسير الحياة اليومية لقاطنيها. وفي قطاع المال والأعمال تأتي أهمية المحور الثالث، وهو الثورة الصناعية الرابعة، حيث تقرب المستهلك للمصنع وتساهم في تقليص مدد الإنتاج ورفع كفاءة التصنيع. وآخر محاور مؤتمرنا هو الخطوة الأولى لتحقيق التطور التقني المنشود، ألا وهو التحول الرقمي. تمتد فعاليات وجلسات المؤتمر خلال يومين، كان أولها أو بدأت يوم أمس وتنتهي اليوم بإذن الله. نناقش اليوم الثورة الصناعية الرابعة ومن ثم التحول الرقمي. السيدات والسادة، حضورنا الكريم، يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بعرض تقديمي للثورة الصناعية الرابعة مع الدكتور محمد الماجد، مستشار أول لمعالي الوزير للبحث والتطوير والابتكار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية. حصل الدكتور محمد الماجد على البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى عام 1990 من جامعة الملك سعود في الهندسة الميكانيكية. أيضاً حصل على الماجستير عام 1994 من جامعة كاليفورنيا بيركلي في الهندسة الميكانيكية أنظمة التحكم. وفي العام 1997 حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في الهندسة الميكانيكية وأنظمة التحكم. ومن أهم إنجازاته هي المساهمة في تصميم وإنشاء مركز الابتكار للصناعة الرابعة وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأقمار الصناعية وتأسيس وتوجيه حاضنة التصنيع المتقدمة بادر. عضو المجلس الاستشاري الخارجي في الشرق الأوسط جامعة كاليفورنيا في بيركلي الولايات المتحدة الأمريكية.
أيضا من أبرز مهامه ومحطاته مستشار أول لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وكبير مستشاري سمو رئيس مجلس الإدارة التقنية ومستشار رئيس مدينة الملك عبد العزيز وهو الرئيس التنفيذي لشركة تي دي إم. فليتفضل الدكتور مشكورا للمسرح. أشكر لهم رابط الصناعة الرابعة للجيل الخامس للاتصالات. الحضور أغلبه من الأخوات، والحقيقة إن هذا دليل على إن العرض اللي أنا سويته يدل على اهتمام أو على تمكين الصناعة الرابعة للعنصر النسائي من المشاركة في الصناعة بشكل أكبر من أي وقت مضى. بحاول بتكلم باللغه العربيه لان افضل بالحضور العربي مع ان العرض الانجليزي مع الاسف. الحديث كثير عن الثوره الصناعيه الرابعه وكذلك نتكلم كثير عن اندستري 4. شو الفرق بينهم؟ اول في التاريخ البشري نذكر الزراعه، نذكر الصناعه، نذكرها ك مراحل تطور للبشرية. فالثورة الصناعية الرابعة كمفهوم تمثل مرحلة من مراحل عمر البشرية. فما كما كانت الثورة الصناعية الأولى دليل على دخول الطاقة البخارية أو الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الكهربائية في الصناعة في حياتنا عموما، تمثل الثورة الصناعية الرابعة نقلة جديدة للبشرية من ناحية الاتصال ومن ناحية الإنتاج. ولما نذكر اندستري 4 احنا نقصد في حقيقه المصنع والانتاج. فهي استخدام التقنيات اللي قاعد تطورها البشريه كامله في مفهوم الانتاج. الثوره الصناعيه الرابعه اكثر ما ترتبط بالانترنت اوف ثينجز و المعذرة. فالثورة الصناعية الرابعة بدأت وهي أول ثورة تذكر وهي تبدأ، يعني العادة تذكر كتاريخ. والله إن سوينا الثورة الصناعية الأولى سميناها بعد ما انتهت. الثورة الصناعية الثانية بعد ما انتهت. الثورة الصناعية الرابعة من سرعتها إن احتجنا نسميها قبل حتى تاخذ شكلها النهائي. طيب ليش الصناعة الرابعة أو الثورة الصناعية الرابعة أصبحت يعني حديث الناس وشاغل للناس كلها؟ الحقيقة أنها مختلفة تماما من جميع النواحي. القدرة على الاتصال، تكاليف الاتصال، تكاليف التخزين الذاتي، تكاليف الرقمنة اللي ديجيتايزيشن أصبحت بمتناول الفرد العادي. أصبحت يعني منتشرة في كل مكان، وبالتالي هذه التكنولوجيا هذه التطورات لابد أنها تندمج مع بعض لتقدم خدمة أو سيرفس جديدة. الجانب الأساسي فيها هو الرقمنة، ولكن الرقمنة وجدت نفسها مثلا في القطاع البنكي بسهولة. الآن وصلنا لمرحلة العملة الرقمية، وبالتالي نقدر نقول أن القطاع البنكي يعني 100% أصبح رقمي. هل الهيلث كير صار نفس الشيء؟ نقول قطع في شوط كبير جدا. الريتيل، التجارة التجزئة أكيد أنها صارت اقرب واكثر الرقمنه فيها. الصناعه هي اصعب، ذكرت ان هي اصعب قطاع اقتصادي يتعامل معها في موضوع الرقمنه. وش قاعد تسوي البشريه اللي خلت التفكير هذا يصبح يعني هم اساسي لكل الشركات وكل الدول لتاكد انها ما تكون يعني تتخلف عن الرقم؟ فيه شيء اسمه تقنيات حسية، المقصود فيها انها تنمو بشكل
أسي تتسارع بشكل ان المعرفه الاولى والمعرفه الثانيه والثالثه التراكميه تصبح اوبسليت تصبح ليجسي على طول. فهذه التكنولوجيز هي المفروض ان انا اتعامل مع جامعه فالمفروض هذه من التكنولوجيز لكل جامعه يكون عندها جزء منها محور لتعليمهم ولتدريبهم ولابحاثهم ومبتكراتهم. هذه التكنولوجيا 13 تكنولوجيا تقريبا فيها الانترنت اوف ثينجز فيها ارتفيشال انتليجنس فيها كلاود كومبيوتنج هذه كلها الان اصبحت في متناول كثير من الدول. الرقمنه فيه شخص اسمه بيتر ديمانتس عرف تاثير الرقمنه ببساطه من خلال حاجه اسمها 6D سماها 6D. لو تشوفونها حاولوا تطبقونها على الكاميرا الرقميه يعني كوداك ما حد يعرف يمكن الا قليل ان هي اول من صنع كاميرا رقميه ومع ذلك كانت هي يعني عدم التعامل معها هو اللي خلى كوداك تصل لمرحله الافلاس. انت لما تسوي رقمنه لشيء يدخل لمرحله يعني كانه يسمونها ديسبتيف يعني مخادعه ما تدري هو صدق مو صدق هل هو بيصير يعني فعليا منافس للاكزيستنج الانالوج سايد روبوت. تخيلوا الكاميرا، الكاميرا كانت بدات كبيره جدا الذاكره صغيره جدا الكواليتي حقت جوده الصور سيئه جدا. بعدين فجاه صار فيه تقنيات كثيره متفاعله معها تطورت الذاكره، تطورت الاتصالات، تطورت الحاسبات، تطورت كذا اصبحت فجاه ديسربتف واللي مو تعامل ما تعامل معها من بدري ما قد صار خارج الرقم. بعد كده تنتقل الى انها تصير يعني ديماتيريلايز بمعنى انها ما عاد بحد ذاتها كتقنيه مهمه، الكاميرا اصبحت جزء من الجوالات او جزء من 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 التلفزيونات، جزء من اجهزه اخرى، اصبحت كانها ما عاد معنيه كماده بذاتها. بعدين القيمة حقتها كمادة أصبح ما لها قيمة مادية مباشرة ولكنها جزء من 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 الخدمة. النتيجة النهائية تصبح الكاميرا في متناول أغلب البشر وهذا يسمونها دمر يعني جعلها في متاحة للجميع بدون أي تفضيل لا مادي ولا اجتماعي. طيب الديجيتاليزيشن في البرودكشن يعني